انت وينك هلأ؟ اريد اروح للشركة شوية. لا، ما حد بقى بالمصنع. اجوا كشفوا على كل شيء وسووا اللي سووه. ان شاء الله خير وتكون غايمة ومرقت. اهم شيء انت ضلك رايق وانتبه على حالك، وانا مش رح نام قبل ما ترجع لطمن بالي. أنا يمكن للصبح ما أرجع أصلاً، لو بدي نام ما رح أقدر.